بعد سنة كبيسة جثمت على صدرها وقزمت من دورها، مصر الكنانة تستعيد أنفاسها من جديد وتنتصر الإرادة الشعبية على الجماعات العصبوية الظلامية. المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية بعد أن اختاره أكثر من 23 مليون مصري بنسبة 96% في انتخابات شهد بنزاهتها العالم أجمع باستثناء الجماعات الإرهابية. المصريون وقبل إعلان النتيجة بساعات وبعدها خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن ابتهاجهم بانتصار إرادتهم، وكلهم تفاؤل بأن القادم سيكون أفضل بعد أن تخلصوا من حكم جماعة لا تعرف ما تريد وليس بينها وبين السياسة أي صلة، لا تفقه إلا رفع الشعارات وجمع التبرعات. جماعة أثبتت أنها عمياء البصر والبصيرة، حيث لا تهتم إلا بالأهل والعشيرة. المشير عبد الفتاح السيسي الرئيس السابع لجمهورية مصر العربية وفور إعلان النتيجة النهائية حيا منافسه حمدين صباحي وخاطب المصريين داعيا إياهم للعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصر. أبناء الشعب المصري العظيم، أخاطبكم جميعا، لقد أديتم ما عليكم وحان وقت العمل. العمل الذي تنتقل به مصرنا العزيزة إلى غد مشرق ومستقبل أفضل، العمل الذي يعود به الاستقرار لهذا الوطن لينطلق إلى أفاق التقدم والرقي الذي يستحق هذا الشعب العظيم. مهما تكون حجم الصعوبات والتحديات التي ستواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، إلا أن المصريين اطمأنوا بأن دولتهم التي سلبت منهم لمدة عام وكادت أن تذهب أدراج الرياح وتسلم لعصابات الإرهاب والتخريب قد ردت إليهم، كما أنهم يؤملون وفي ظل تأييد إقليمي وعربي ودولي واسع بأن تستعيد مصر دورها الريادي ومكانتها في زعامة الأمة العربية بعد أن تتخلص من الجماعات الظلامية. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.